السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفات أسماء غسال. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم غنقدم لكم السفة المدفونة بطريقتي، كتجي زوينة في الشكل وفي المذاق. كنتمنى تعجبكم وتابعوني حتى الأخير باش تعرفوا على مقادير وطريقة التحضير. المقادير غنحتاجو، هنا عندي السفة نوعية جيدة اللي ما كتعجنش. وبالنسبة للمرق غنحتاجو دجاج، كمية على حساب عدد أفراد الأسرة. غنحتاجو البصلة مقطعة بحال هذا الشكل، هذا غنحتاج الزيت، غنحتاج القطة صغيرة ديال القزبر والمعدنوس، هنايا الزبيب، أبزار، سكينجبير، شوية ديال العسل، قرفة، الملحة والخرقوم، وهنايا ضامة ديال الزعفران. وهذا السمن اللي حضرت معاكم، راه كاين في القناة. اللي باقي ما شافش الفيديو انا غنخلي الرابط في صندوق الوصف. اول حاجة غنديرو هي ان غناخدو الدجاج، غنحطوه في الاناء اللي غنطيبو فيه المرق، غنضيفو ليه شوية ديال البصل اللي غيتقلى بيه، غنضيفو العطرية، الملحة، خرقوم، السمن، شوية ديال الإبزار، منكتروش الإبزار حيت هاد المرق غيكون شوية حلو، سكينجبير، ضامة ديال الزعفران، شوية ديال القرفة، ومن بعد غنزيدو القرفة، الزيت، قزبر والمعدنوس، وغنحطو هادشي على النار يتقلى، على النار مهيله يتقلى الدجاج، وغنضيفو ليه باقي المكونات. من بعد ما تقلى الدجاج جيدا، غنضيفو ليه دابا هاد البصل، غنضيفو ليه شوية ديال القرفة، شوية ديال العسل، باقي غنزيدو شوية من بعد، بالنسبة للماء غندير غير هاد شوية فقط، وغادي نسد عليه الكوكوط وغنخليه على نار مهيلة، مازال البصلة غتطلق الماء حتى يطيب، ومن بعد نكملو التتمة ديال هاد المراحل. بالنسبة للسفة غنديرو السفة غنغلفوها بالزيت باش ما تلتصقش وباش ما تعجنش، غنديرو ليها الزيت كاملة، ملي غلفتها بحال هكا في الزيت غنحطوها في كاس، غنديرو الماء في البرمة بحال هكا، غنحطوها في الكسكاس وغنشعلو ليها النار وغنغطيوها بحال هكا باش هذاك البخار يرجع عليها، وغنحطوها فوق البوطه باش تبدا طيب. السفه ها هي فارت الفوره الاولى، ها هي كيف ما كتشوفوا، غنحطوها في القصريه، غنزيدوها هنا الملحه،
وغنكبوا عليها هاد الماء يكون طيب. نحلوها بحال هكا، هذه الواحد الا كان مزروب فتوجد ليه في ساع. انا هاي دابا الا لاحظتوها كانت في الاول باقا ما طيباش ومشوكه، دابا ها هي بحال فورناها، زدنا فورناها جوج ولا ثلاثه المرات كتجي بحال هكا. دابا غنصفيوها هنا كامله. من بعد ما صفيتها غنزيدها كاس كبير ديال المغليان باش تغسل من النشا اللي فيها، وغنردوها فوق البوطه تعاود تبخر او تفور مره ثانيه فقط ونقدموها. دابا الدجاج ها هو طاب من بعد ما حليت عليه، غنحطو هنايا طبيسي وغنرجع هاد المرق من بعد ما نضيف ليه هاد السبيك، غنضيف ليه شويه القرفه وشويه ديال العسل وغنرجعها فوق البوطه يتعسل مزيان. نرجعو يتعسل ونطلقاو من بعد ما نعسلو. هذا هو الشكل ديال البصله من بعد ما عسلتها مزيان، حطيتها فوق البوطه وبقيت كنقابلاها كنديها بحال هكا ونجيبها حتى تعسلات. ها هو اللون ديالها تبدل والماء ما بقاش فيها. الدجاج ها هويا ملي حيدته خليته تقطر من المرق وقطعته بهذا الشكل هذا. غنحتاجو القرفه وغنحتاجو هنا اما اللوز ولا كاوكاو مقلي ومطحون، وهنايا غنحتاجو السكر كلاصي باش غادي نحطوه مع السفه. غندوزو الطريقه ديال التقديم وغندوزو باش نكملو السفه باش نديرو ليها الزبده. هذه هي التفويره الثانيه ديال السفه، ها هي وجدات وطابت. انا غنحطها هنا بعدا غنزيدوها واحد الملعقه كبيره ديال الزبده غنخلطوها معاها مزيان. هيا دابا الزبده دابت وص من السفه، غناخدوها وغنديروها في المول. انا دابا خدت هاد المول غندير هاد المول ديال الكيكه، ممكن نديرو اي مول عندنا، نقدروا نديرو المول دائري ولا نديرو المربع اللي كيتحل من الجناب. انا اختاريت هذا ديال الكيكه. غنحط فيه السفه ونص بهاد الطريقه هادي. غنحط هنايا الضغميره غنسرحوها في الجوانب كامله. من بعد غنديروا الدجاج من بعد ما قطعناه بحال هكا. من بعد ما استفتو كامل غنزيد فوق منه السفه بهذه الطريقه هذه. كامله نغطي الجوانب. من بعد ما ساليناها كامله دابا غناخذوا هذا الطبسيل كيف ما كان وغادي نقلبوه بحال هكا وغنقلبوا فيه هاد السفه ديالنا. دابا غنقلبها بحال هكا
من بعد ما حطيتها دابا غنزينها بالقرفة. غنزينها بحال هكا، كل وحده سيده غتزينها بالشكل اللي بغات، كيبقى التزيين اختياري. من الجوانب غنزينها باللوز مقلي ومهرمش، انا دابا دورتها كامله باللوز اللي مقلي. غنزينها بهذا القطع ديال الشماش، من بعد غنرافقوها بسكر كلاصي. دابا كيجي الشكل ديالها هو هذا، كل سيده غتبدا في التزيين كيف ما بغات. كنتمنى هذه الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وقدمتها لكم بطريقتي. كنشكركم على المتابعه وعلى الدعم ديالكم. هذه هي نهايه الوصفه، الى عجبتكم الوصفه ما تنسوش ديروا اعجاب للفيديو وتشتركوا في القناه اللي باقي ما اشتركش، بارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء. هذه هي نهايه الوصفه، الى وصفه قادمه ان شاء الله.